قد ينسى الناس في محط الدنيا ومحطات الدنيا ولهو الدنيا ينسون الله، فيجدون في القرآن إذا فتحوه هذا الاسم، اسم الجلالة الله، في أكثر الآيات. الله ولي الذين آمنوا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله لا إله إلا هو، هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله. نعم، إن الحياة إنما وجدت حتى نكون لله، وما عدا ذلك فهو وسيلة. والقرآن يدلنا ويجذبنا ويأخذنا من زحمة الحياة والدنيا إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وهذا الأمر العظيم هو الذي من أجله جاء في القرآن تكثير الآيات في توحيد الربوبية ومعرفة الخالق الرازق الذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويجير ولا يجار عليه. لأن الناس في هذه الدنيا يظنون، أو قد يظنون، أو قد يأتيهم الشيطان فيجعلهم يظنون أن البشر بيده كل شيء. لا، الذي بيده كل شيء هو الله وحده، والبشر وسائل قد يفعلون وقد لا يفعلون. ولذلك إذا رأيت في القرآن ذكر الله جل وعلا في آية فرددها، فإنها تعالج لوث الدنيا في القلب.